من الذي باع العراق؟ من الذي خان العراق؟ من الذي خان الوطن والمذهب وكل شيء؟ السلام عليكم. أجمل شيء في العراق وتعدد القوميات والأديان والمذاهب، و90% من العراقيين كافة يرفضون أصوات الطائفين ومتعاشين ومتحابين على أجمل ما يكون، والأمور الطائفية بعد ما تمشي عليهم وأصبح قديمة وعفى عنها الزمن. ولكن للأسف الشديد أغلب السياسيين أو الإعلاميين التابعين لجهات سياسية يستغلون هذا التعدد الجميل للأديان والمذاهب لأجل مصالحهم السياسية، وخاصة مع قرب الانتخابات. وسيد نوري المالكي في عيد الغدير تكلم عن حادثة حصلت قبل 1200 سنة، وأنا متأكد 90% من العراقيين ومن كافة الأديان والمذاهب يرفضون هكذا تصاريح، والأجمل أصبح يعرفون اللعبة. وهنا شيخ كردي يرد على تصريحات المالكي، خلي نشوف الفيديو معا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد. الجنوب إلى داعش وقدمهم قربانا لمشروعك الطائفي لكي تبقوا على ما أنتم عليه. من الذي باع العراق؟ من الذي خان العراق؟ من الذي خان الوطن والمذهب وكل شيء؟ أنت أيها الخبيث، أنت أيها الخبيث الأرعن. فصدق الله العظيم حينما وصف وصفا في القرآن ينطبق عليكم وعليك أنت بالذات، فقال: فمثله كمثل الكلب. والله الكلب أشرف من هؤلاء الذين يؤذون العراقيين ولم يقدموا لهم شيئا، والناس يشتكون قلة الخدمات ويأنون في شدة وفي لهيب الصيف من قلة الكهرباء وازدياد وارتفاع وأجور المولدات، وهم يتنعمون في قصورهم ويزدادون تبعية لأسيادهم، سواء الذي الاحتلال الأرعن الذي جاء بهم أو أسيادهم وراء الحدود. ماذا قدمتم للعراقيين؟ لم تقدموا لا مستشفى ولا كهرباء ولا شارع ولا أي خدمة، ولم تصنعوا مصنعا ولا جسرا. فماذا فعلتم في 20 سنة؟ نهبتم أموال العراق، خنتم العراق وأبناء العراق وأسياد العراق وأولياء العراق، وقدمتم الأموال إلى أسيادكم، فلماذا تطعنون بالصحابة؟ فقال الله تعالى عنهم: فمثله كمثل الكلب أجلكم الله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهؤلاء إن كانوا في سراء يطعنون في الصحابة، إن كانوا في ضيق يطعنون في الصحابة، ليس لهم بضاعة إلا الطعن في الصحابة، إلا العزف على الوتر الطائفي، لأنهم يعتاتون ويتعيشون وبقاؤهم على النزاع الطائفي في الوقت الذي الناس الشيوخ الكبار يأنون من الحر وعدم وجود الكهرباء، والمرضى في المستشفيات والأطفال الرضع، والناس يشتكون البطالة وقلة الرزق وقلة التعيين، تخرج عليهم وتطعن بالصحابة الكرام. ماذا قدمت أنت أيها الخبيث؟ يا من أنت، الناس كلهم رأوك، العالم يعلم بك أنك كنت تصد الحذاء والنعال عن سيدك المحتل حينما رمي بالحذاء، فأنت هذا مقامك، فكيف تطعن بسادتك الصحابة الكرام؟ أبو موسى الأشعري قال عنه النبي: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. بعث